الدين والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. متابعين الكرام في كل مكان، نتواصل معاكم من هذا الموقع من ميدان بوسمرة بمدينة العين، والمهرجان السادسي على التوالي. نعود في هذه اللحظات مع انطلاقة جديدة في هذا اليوم، انطلاقة الشوط الثالث في مجموعة الأشواطي في سباق هذا اليوم، والشوط الثالث خاص بالإبكار. الحقائق برامجنا اليوم 20 شوط جوائز نقدية، وهناك سيارة لصاحبة أفضل توقيت. ديروا بالكم يا شبابنا المشاركين بهذه الأشواط الصباحية. نعود مباشرة إلى مقدمة الشوط، نعود مع المركز الأول، نعود مع روعة السيد ناصر بن علي بن خصيب الظاهري. هي الآن استفتحت إذاعة الشوط. ننتقل بالمركز الثاني، نجد في المركز الثاني مخيفة للسيد خلفان بن سعيد العيلان بن عبد الله المهيري مع المركز الثاني. ننتقل بالمركز الثالث، نجد الغدوم على المركز الثالث من غبل الظبي السيد منصور بن محمد بن عيف العامري اللي انتقلت مع المركز الثالث. بالوقت الذي ننتقل مع المركز الرابع مع مصورة العزيزة، نجد في المركز الرابع وصلة الشايبة للسيد راشد بن غانم بن مصر بن غانم المنصوري مع المركز الرابع. في الوقت الذي ننتقل به بالمركز الخامس، نجد في المركز الخامس وصلة اللي غادم الحذرة، الحذرة للسيد محمد بن سالم بالمر العامري اللي دخلت في هذه اللحظات إلى المركز الخامس. عدينا المراكز الأولى في هذا الشوط بدان الأول. الله، نعود إلى مقدمة الشوط، نعود مع السيطرة، نعود مع المركز الأول، نعود مع روعة 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 روعة. الله، روعة الجمال اللي ترقص في هذا الميدان وعلى أرضية ميدانها بشعار السيد ناصر بن علي بن خصيب الظاهري، مشاركة بهذا الشوط محتل المركز الأول، تتربع على غايبة هذا الشوط. في الوقت الذي ننتقل فيه مع المركز الثاني، نجد في المركز الثاني هنا مخيف نسيم خلفان بن سعيد بن عيلان بن عبد الله المهيري أيضا ترقص على أرضية ميدانها. ننتقل بالمركز الثالث، نجد في المركز الثالث الظبي متواجدة في المركز الثالث للسيد منصور بن حيفة العامري مع المركز الثالث الغادمة من ميدان السادة كتشارك في هذا المهرجان. ننتقل بالمركز الرابع، نجد في المركز الرابع هنا الشايبة في المركز الرابع للسيد حمد بن محمد بن حميدان الفلاسي اللي انضمت لينا في هذه اللحظات، خذت المركز الرابع. ننتقل بالمركز الخامس، المركز الخامس الحذرة للسيد محمد بن سالم بالمر العامري. هذه نتيجتنا للمراكز الأولى بهذا الشوط. الله، نذكر اليوم بالسيارة لصاحبة أفضل توقيت في هذا اليوم، سيحصل مالك المطية اللي تسجل أفضل توقيت بعشرين شوط هي لها سيارة. الله، تكريم من اللجنة المنظمة لهذا المهرجان. نحن اليوم نحتفل باليوم الأول بهذا المهرجان الفترة الصباحية. جوائزنا جوائز نقدية قيمة، ترقبوا السيارات بمساء هذا اليوم. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود مع المركز الأول، نعود مع السيطرة. ترى طاري على مقدمة الشوط من قبل مخيفة. الله، يا مخيفة، مخيفة تسيطر بمقدمة الشوط. خلفان بن سعيد بن حيلان بن عبد الله المهيري بينما روحه تراجعت روح الماء إلى المركز الثاني. ناصر بن علي بن محمد بن خصيبة الظاهري وشبابنا المضمرين كل واحد مهدي 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 في هذا الشوط. مقعنا وين يا شباب؟ دخله بال 1200 بينما المركز الثالث متواجد الظبي منصور بن محمد بن عيف العامري. وشوف الدخول مع المركز الثالث اللي وصلت بقوة في هذه اللحظات في طريقها إلى مقدمة الشوط. وصلت صبر صبر صبر. سالم بن قاسم بن خليفة المسافري اللي في المركز الثالث في هذه اللحظات المركز الخامس. شوف القدوم مع المركز الخامس اللي ضمت لينا في هذه اللحظات، ضمت لينا حملولة محمد بن سعيد العامري. ولكن الله،
يا روحه انطلقت روحه انطلقت بالمركز الاول ناصر بن علي بن محمد بن خصيبه الظاهري. يسعد صباحك يا ابو محمد على هذه العروض اللي قدمتها روحه بالمركز الاول وتحركت بخيفه بسيد خلفان بن سعيد بن عيلان بن عبد الله المهيري وتحركت الضبي تحركت في هذه اللحظات صفر سالم بن كاسب بن خليفه المسافري. الله 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 السلام يتجول بين اهالي الامارات الشماليه واهالي مدينه العين. الله 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 يا هذه العروض ولكن ولكن انطلقت صفر انطلقت صفر تحركت روحه. الله الله يا روحه انطلقت انطلقت بالمركز الاول ناصر بن علي بن محمد بن خصيبه الظاهري. تهانينا والناموس على هذه العروض اللي قدمتها روحه والمحاوله من قبل صبر سالم بن كاسب المسافري الثنتين روحه صبر ولكن صبر 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 صبر. تهانينا والناموس السيد سالم بن كاسب المسافري المركز الثاني روحه ناصر بن علي بن خصيبه المركز الثالث تصل في المركز الثالث اصبع تيران اصاد سيد عبد الله بن سعيد شامسي المركز الرابع تصل في المركز الرابع نحذره سيد محمد بن سالم بن ناصر بالمر العامري المركز الخامس تصل في المركز الخامس بخيفه سيد خلفان بن سعيد العيلان بن عبد الله المهيري. نعود بكم بالتوقيت الزمني توقيت صبر تهانينا والناموس ونقول السلام عليكم يا اهالي الامارات الشماليه وين ما يسكن السيد سالم بن كاسب بن خليفه المسافري مشارك بهذا المهرجان في صبر سجلت بالتاكيد 6 دقائق لحظات الوصول الى خط النهايه 6 دقائق و18 ثانيه جزء واحد من الثانيه. تهانينا والناموس سالم بن كاسب بن خليفه السافري المركز الثاني روحه ناصر بن علي بن خصيب الظاهري سجلت 6 دقائق بالتاكيد 6 دقائق 18 ثانيه 4 أجزاء من الثانيه. المركز الثالث تصل في المركز الثالث ارصاد سجلت توقيت زمني 6 دقائق 18 ثانيه 6 دقائق لحظات بالفعل 6 دقائق 20 ثانيه جزء واحد من الثانيه. تهانينا للسيد عبد الله بن سعيد بن بخيت المنصوري على هود ارصاد بالمركز الثالث. تهانينا